يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، فمن هم؟ وهل هم من كان لا يصلي؟ ومن لا يصلي هل يعد كافرا؟ فكيف يقول؟ من ترك الأعمال متعمدا وهو يقدر عليها وتركها متعمدا، ترك الصلاة، ترك الأعمال متعمدا ويقول يكفيني الإيمان بالقلب، هذا كافر ولا ينفعه كونه يؤمن بقلبه. فإن الكفار كانوا كذلك، كانوا يؤمنون بقلوبهم لكن لم ينقادوا بجوارحهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإيمان بالقلب ما يكفي، لا بد من العمل. والذين يخرجهم الله من النار بدون عمل هؤلاء أسلموا وماتوا على طول، ما تمكنوا من العمل، أسلموا ثم ماتوا أو قتلوا ولم تمضي فرصة يتمكنون من العمل فيها. أما اللي يتمكن من العمل ويتركه وهو قادر عليه ويقول ما هو العمل ما هو بلازم، هذا كافر. نعم.